عليكم خويا. هادشي هذا راه قهرنا ديال هادشي ديال المازوط، ما بقينا كنصوروا حتى 4 دريال. هنا هاد البلاصه هادي كنا كنجيو من قنيطره كناكلوا 2000 درهم 3000 2000 درهم ما كنفوتوش ديال المازوط. دابا الكاميو صاحبي مشى معايا البارح ضرب 4000 درهم ديال المازوط. هاد السيد اللي كيشوف فيك هذا ضارب 5600 درهم ديال المازوط اللي ضارب. شحال كان كيصور؟ كيكون يكون سيدي 2500 درهم ديال المازوط كيجيب الفياج كتبقى له 2000 درهم 1500 ولا كيدي له المازوط كيضرب تمارة فابور. الى لقى شي بلايصه وتفاعلوا مع الناس وشراهم عنده شويه بالتمر راه كيسيب باش يتسوق على وليداتو. ما جاش راه كيدي باش يصب حوايجو الحاله كي دايره. وتنطلبوا من سيدنا يشوف من حالتنا ويفكر في هذا الشيء هذا. والله العظيم راه تقهرنا وقسما بالله وما داروا لنا هذاك الدعم. هذاك الدعم شتي في هذا الفياج هذا مشى واحسبوا داروا لنا 3400 درهم اللي شدينا. يلا شدي ثلاثه شدينا ثلاثه. حسب لي سيدي زادت عليا 1500 درهم 1500 درهم في هذا الفياج. واحد على واحد زاد فيه 1500 جوج فياجات مشى هذاك الدعم. وفين هو الشهر الاخر؟ الشيفور ما بقاش باش يتخلص. تعال انا نوريك البنوات كي داير. ما نصيبوش نشريو البنوات. جدرميه يقول لك اخويا البنوات خارج المسلك. وباش غنشريو؟ منين؟ الخدمه والو. جا واحد مول الحولي البارح هنا يعطاني 2000 درهم للدار البيضاء. كندير لها؟ قسما بالله تو عرنا مصيبه لحسننا. الحديد ما بقاش يتباع. شحال من كاميو واقف هنا ما بقاش يتباع، شكون اللي غادي يشريه؟ تا واحد ما بقى يشري حديد. بغينا نبيعو تا واحد ما بقى يشري الحديد. بغات تخدم مع الناس تتشيل الاكادير وتجي كتجي تحاسب مع الراجل ما كتوجدش هذاك الفلوس اللي عطاك باش قلعتي نهار الاول. كيقول لك تشفار اش غادي دير؟ المدرب ديالنا راه كارثه كحله والله العظيم بالله. راك الدعم راه الناس راه تزرفوا فيه وتصيدوا ما خصناش نشدوا معنا ما نديروا به ما خدامش. واش عباد الله البارح درت 300 درهم ديال المازوط 300 درهم عطاتني 17 لتر كيفاش غندير لها؟ واش كاميو 17 لتر غادير له شي حاجه؟ راه بزاف والله الا بزاف. تقهرنا واحد القهره ولا حسبنا الله ونعم الوكيل. تنطلبوا من سيدنا يشوف فينا هذا الشيء هذا. راه حنا راه قالوا لنا نعاودوا لكم التربيه راه حنا تربينا بصح. حنا فتنا التربيه والله الا فتناها. كنبكيو صابرا قسما بالله. لا الشيفور نزل من العشره شاريها ب 40 مليون قسما بالله ربي شهد عليا نزل كيبكي. واش عباد الله الراجل كيبكي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقسم بالله العلي العظيم تيبكي تيبكي بصح. قال لك اخوتي تقهرت. قال لك تقهرت انا وتقهر ولادي. والمشكل فين كاين؟ ما عندوش شي دومين اخر من غير هذا. ما عندوش شي البديل. ما كاينش البديل قسما بالله. كل قلت البديل انا غنجي لهنا شوف نشد الحموم بيديا والله ما نجيها. ولكن البديل ما كاينش. حسبنا الله ونعم الوكيل وشكرا. ويا السوق مول الملك البيع والفاخر هنا كندخلوا للكرسيف. كنا كان المخروج ديال الفاخر بزاف. هاد العام ما عرفنا والو على هاد الحساب. العام ما عجبناش مزيان. مول الملك كنجيبو كاميو واخا تكون عندنا 300 400 كنضربوها في النهار. هاد العام 150 خنشره انا مازال فيها من البارح. بعد ضربت فيها 80 واليوم صافات عندي 90 انا مازال ما كملتهاش. كنجيو من سيدي حيط الغرب والعماله قنيطره. والفاخر كنشريو على حميد حيداس ديال سيدي حيا معروف. السلعه ديالو مزيانه. هذاك الراجل الله عمره دار هو ومنير عوك معروف تما في سيدي حيا. بالنسبه للاثمنه ديال العيد هذا العام شنو بالك؟ بالنسبه للاثمنه ديال العيد كاين خويا الغلا. كاين الغلا بزاف بالنسبه للدرويش. هذا العام راه تمرت اخويا. حنا مولفين مثلا العيد كنشريو ديال 200 الفرنك. ديال 200 هذا العام تنشوفو داير 350 يعني بزاف. كاين الفرق بزاف ديال 1000 درهم. 1000 درهم ديال المازوط. واش غنقول لك يا شريف؟ هاد العام ما الله يصوب علينا وصافي. ربي يعينا بزاف. وسمحوا لينا والله يجعل ربي يدير تاوي الخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.